مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم معنا ولقاء جديد ومتجدد ببرنامجكم الاسبوعي الرفلي. موضوع حلقتنا النهارده يكون عن مضاعفات عمليه الليزك، وايضا هيكون ضيفنا العزيز للتعرف اكثر على هذه المضاعفات الاستاذ الدكتور محمد ابو طقيه استشاري الرمد. اهلا بك يا دكتور محمد. اهلا بك يا فندم. دكتور محمد، بنقول مضاعفات عمليات الليزك، واحنا نقول يعني احد فروع عمليات الليزر بمعنى صح. لو حبينا نتكلم في البدايه يعني الليزك وعمليات الليزك تحديدا بالنسبه للعيون والرمد، نبذه سريعه كده عن ازاي تتعمل وايه هو الليزك في البدايه. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. عمليات الليزك هي من اكثر العمليات الاكثر شيوعا دلوقتي في العالم كله، في ملايين من الناس بتعمل عمليات ليزك كل في الفترات اللي فاتت ديت بشكل كبير. هي عمليه طبعا مفيده بشكل كبير، بنستخدمها عشان نصلح عيوب الابصار، منها ضعف النظر او طول النظر او الاستجماتيزم. العمليه ديت فيها عوامل امان كبيره جدا بشكل كبير، بس زيها زي اي عمليه جراحيه بيبقى لها اثار سلبيه. عمليه الليزك لها انواع كتيره. اول حاجه اللي هو عمليه الليزك التقليدي، او عمليات البي ار كي اللي هو القشط القرنيه، او عمليات الليزك التفصيلي، واخر حاجه وصلنا لها اللي هي عمليات الفيمتو ليزك. نعم. كل ما كانت التقنيات في الفترة الأخيرة أحدث، كل ما وسائل الأمان كبرت بشكل كبير، والآثار الجانبية بدأت تقل بشكل كبير، بس ده ما يمنعش إن أي عملية جراحية هي عملية بيكون لها آثار جانبية. تمام. أول حاجة طبعا إن إحنا عملية اختيار المريض وعملية تقييمه، وإن إحنا بنعمل له فحوصات قبل العملية ديت بتعمل بت بت بتمثل حجر الاساس في عامل الامان بالنسبه للمريض اللي بيعمل العمليه. تمام. لما بعمل للمريض تصوير لسطح العين باللي هي الكاميرا الخماسيه او اللي احنا بنقول عليها البنتا كام، ديت بقدر اوصل بشكل كبير هل المريض ده ينفع له العمليه الليزك بطريقه امنه توصل ل 100% ولا لا. تمام. وبعد كده فيه برضو اثار جانبيه ممكن تحصل بعد كده. انا اخترت للمريض وعملت له الفحص ووصلت ان هو يمكن اجراء عمليه الليزك له بشكل كبير، في شويه اعراض جانبيه ممكن تحصل بعد عمليات الليزك. طب قبل ما ناخد الاعراض يا دكتور، بنقول الاعمار السنيه المتاحه لها عمليه الليزك، يعني هل سن من الاطفال من سن كام، وايضا الكبار وايضا السيدات بتختلف، يعني في شروط معينه لاجراء عمليه الليزك؟ اكيد. اول حاجه احنا هنتكلم عن اللي احنا الاستخدامات تصحيح النظر باستخدام الليزك في الحالات العاديه، اللي هو اي حد عايز يتخلص من وجود النظاره او العدسات ديت، بتبدا من سن 19 سنه او عند ثبوت قصر النظر. عملت كشف عند الدكتور لقيت المقاس بتاع النظر بتاعي ثابت. رحت بعد سنه كمان عملت كشف لقيت النظر ثابت، هنا اقدر اقول ان هذا الشخص يمكن اجراء عمليه الليزك له او عمليه تصحيح الابصار له، وده يجي بعد سن 19 سنه. تمام. فيه الحد الاقصى بتاعنا لغايه اعتقد لغايه 45 سنه، لان بعد كده بعد سن 45 بتبدا عمليات الشيخوخه اللي بتصيب العين، وبيحصل عتمات بتصيب العدسه الداخليه للعين. السيدات طبعا بيفضلوا دايما الليزك يعني عشان نوع من التجميل بشكل كبير. هم اكثر الناس اكثر اكثر الناس بيلجأوا لعمليات تصحيح النظر، لان هم بيتخلصوا من النظاره بشكل كبير. ده ما يمنعش ان احنا في اوقات كتيره ممكن نستخدم الليزك دوت او عمليات الليزك لسن اقل من 19 سنه، وهي الحالات المرضيه زي الطفل مثلا اللي هو ممكن يكون عنده فرق في النظر ما بين عينيه الاثنين اكتر من 6 درجات، ده لا يمكن ارتداء نظارة له بشكل كبير. انها تبقى كبيرة يعني الفرق بين تكوين الصورة في العين اللي هي الضعيفة والعين القوية شوية بيبقى كبير جدا، المخ ما بيقدرش يركب الصورتين الاتنين مع بعض، فبيحصل اهمال العين بينتج عنه كسل لهذه العين. فاحنا بنلجأ لحل من اتنين، يا اما بنلبس هذا الطفل عدسة لاصقة بتمتد معاه لشهور، او بنلجأ ان احنا نعمل له عملية تصحيح نظر، وديت بتكون امنة بشكل كبير، لان انت عارف حضرتك مخاطر العدسات في الجو اللي احنا عايشين فيه والالتهابات اللي ممكن تحصل كبيرة جدا. تمام. فاحنا زي ما قلت لحضرتك في حاجات يمكن بنعملها عشان نتخلص من النظارة، او حالات علاجية في حالات مرضية بنلجأ لها العمليات الليزك. دكتور محمد، يعني وقت العملية بيستغرق يعني مثلا
من كام لكام، يعني من كام ساعة مثلا العملية ممكن المريض؟ وقت العمليه ما بيستغرقش ساعات، وقت العمليه بيستغرق دقائق بسيطه. عايز اقول لحضرتك ان العين الواحده بتستغرق بالظبط حوالي 5 دقائق، يعني العمليه كلها على بعضها ممكن من حوالي 10 دقائق لربع ساعه بكتير جدا. العيان بيكون عامل بتكون العمليه العملية وقايم بالسلامه، انتهت. قايم بالسلامه. بعديها بقى يعني لازم المريض او الحالة المرضية يقعد يدي بعد اجراء العملية مثلا داخل العيادة او داخل المستشفى. ممكن حضرتك بالظبط 10 دقايق بياخد فيهم التعليمات المهمة اللي بعد العملية، وبعد كده بنكتب له العلاج اللازم، وبعد كده بيروح البيت ويمارس حياته بشكل عادي في احتياطات، في احتياطات مع طبعا. الأخذ بالاحتياطات اللي احنا قلنا له عليها. اهم الاحتياطات يا فندم بعد اجراء العملية. أهم حاجتين اتنين بنقولهم لأي مريض، حضرتك ما تدعكش في عينك خالص، ايوه لأن دعك العين ده ممكن يعمل مشكلة كبيرة جدا جدا بعد العملية. وبنقول له ما نجيبش ميه ناحيه عينينا في اول 2 او 3. تمام. ومن هنا بنتطرق بقى لموضوع الاثار الجانبيه اللي هي ممكن تحصل. ممكن تحصل يعني المضاعفات اللي ممكن تنتج يعني بسبب آثار أو ممارسات خاطئة بعد العملية، ممكن يخش في مضاعفات اللي هي المضاعفات الأساسية. هنقول ان الاثار الجانبيه اللي احنا بنتكلم عنها بعد عمليات الليزك بتنقسم لتلات اقسام. أقسام. اول حاجه اللي هي الاثار الجانبيه البسيطه، تمام. اللي هي اي حد ممكن يعمل عملية ليزك يطلع بعد كده في الشارع عشان يروح البيت بيعاني من حساسية من الضوء اللي موجود حواليه، او حساسية من الضوء اللي هو الموجود العادي اللي موجود في البيت. تمام. بنقول له يعني الحساسية دي حساسية مؤقتة بتنتهي مع اول يوم او اول يومين حضرتك، بس ممكن تلبس نظارة شمس غامقة تريح لك عينك في الفترة دي. فاول حاجة كان اللي هو حساسية الضوء. تاني حاجة شعور دائم للمريض اللي هو عامل عملية الليزك دوت ان هو عايز يحك عينه. بنقول له لا حضرتك، ما ده بيبقى ناتج نتيجة ايه يا دكتور اصلا؟ دي ديت ان يعني يعني نتيجة هو العملية متعلق نفسها بالعملية. لها علاقة بالعملية بشكل كبير. بنقول له ما تحاولش تستجيب للحاجات ديت، ان انت رغبتك ان انت عايز دايما تدعك في عينك، لان دي اخطر حاجة ممكن تحصل ان انت تدعك في عينك. نعم. تاني حاجة اللي هو حاسس دايما بجفاف في عينه، حرقان شديد في عينيه، ده بيحصل بعد العملية برضو، وده برضو حاجة مؤقتة بتنتهي تماما في خلال أول يومين. بعد كده بيبقى الأعراض. الحاجات دي كلها عادية جدا، دي الآثار الجانبية البسيطة اللي بتنتهي تماما مع أول يوم أو يومين بشكل كبير. يعني ممكن خلال 3 أيام بنقول أقصى حاجة. تمام. الآثار الجانبية اللي هي المتوسطة بقى اللي احنا بنقول عليها، أول حاجة اللي هو لو مريض استجاب لرغبته في دعك العين ودعك في عينه، الرقعة السطحية بتاعة القرنية نفسها ممكن تكرمش، ولما بتكرمش ديت بيتطلب معاها إجراء إن احنا ندخل المريض تاني غرفة العمليات عشان نعمل له فرد لهذه الرقعة اللي هي كرمشت لما دعك في عينه. يعني نعمل عملية تانية، هنعمل مش عملية، هي احنا بنقولش عليها عملية، هو إجراء بسيط بس بيتم عمله داخل غرفة عمليات معقمة، طبعا وذلك لتجنب الآثار الجانبية اللي حدثت نتيجة عدم انصياعه للتعليمات اللي هو الدكتور قاله عليه، تمام يعني ما سمعش كلام الدكتور بمعنى اصح. نعم. الحاجة التانية اللي هو عيوب الرؤية الليلية، كان في الفترات اللي قبل كده دي كانت من الاثار الجانبية القديمة، ان ممكن مريض يشتكي ان هو دايما لما بيجي بالليل جودة الرؤية عنده بتقل. ديت تلافيناها بشكل كبير في الاجهزة الجديدة على نطاق كبير جدا جدا جدا، حتى وان كانت ممكن تكون موجوده بتبقى موجوده لفترات قليله تتراوح ما بين حوالي 2 اسبوع لشهر، وبعد كده يعني المشاكل بتاع الرؤيه الليليه بتنعدم تماما. يعني دي كانت موجودة في فترة في زمنية، الاجهزه القديمه، في الأجهزة الاجهزه القديمه القديمة الاجهزه الحديثه تلافت مشاكل كل عيوب الرؤيه اللي الليليه كان بشكل بيحدث كبير للحالة المرضية إنه يحس بضعف بالليل أو الرؤية بالليل. بتبقى عاكة شوية. ايوه، هو عاده اي انسان طبيعي القطرات بتاعته لفترة ما بين شهر لشهر ونص كمرطبات للعين. تمام. نيجي بعد كده لأكبر مشكلة ممكن تحصل، وديت نادرة الحدوث، ممكن نقول بتحصل 1 كل 10 آلاف حالة، ايوه بس لازم نذكرها برضو، اللي هو الالتهاب الميكروبي اللي بيحصل تحت الرقعة بتاعة الليزك. ديت من أخطر الآثار الجانبية اللي ممكن تحصل لأي مريض.
بنضطر نستخدم معاه مضادات حيوية عبارة عن قطرات بشكل مكثف عشان نحاول نهبط من الالتهاب الميكروبي ده بشكل كبير. واعتقد ان فيه ناس كتيرة بتنجح ان هي تتعالج بشكل كبير. ممكن نسبة يفقد عدسة فندم البصر بسبب الميكروب ده؟ مش بيفقد البصر، هي الرؤية عنده بتقل بدرجة كبيرة. طب احنا دايما في مخاوف فعلا من الناس، يقول لك مش عامل، مش عايز اعملها، اعملها يقول مش عايز اعملها، انت خلينا لابس النظارة وخلاص، يعني خلينا شايفين احسن ما تحصل حاجة. تمام. اي السؤال ده بتنسله من مرضى من المريض كتير. اللي جاي لك لا اعملها ولا ما اكيد. اعملهاش يا طب دكتور؟ انت ما بتعملهاش انت ليه يا دكتور؟ بقول له ان ديت عايز ان حضرتك برضه لابس لابس نظارة لابس فبقول لك مش عايز تعملها ليه؟ هقول له عندي 3 حاجات ممكن ارد عليه. اول حاجة دي عملية اختيارية، حضرتك عايز تعملها وعايز تستغنى عن النظارة بتاعتك اعملها، مش عايز تعملها ديت مش حاجة ضرورية وملحة ان حضرتك لازم تعملها، تمام، فهي عملية اختيارية مش عملية اجبارية. نعم، تاني حاجة، مش كل الناس ينفع لهم نعمل عملية ليزك. ممكن مستوى التحدب بتاع القرنية بتاعي عالي او مستوى التحدب بتاعي قليل جدا لدرجة ان انا لا يمكن معاها اجراء هذه العملية. دي من ضمن الأشياء. تالت حاجة، ان هو ممكن يكون سمك القرنية بتاعي ضعيف اللي لا يتحمل اجراء هذه العملية. تمام، اخر حاجة في الاثار الجانبية اللي هو تغيير سطح القرنية بشكل دائم بدرجة مضرة، او ان احنا نضطر نلجأ للمريض دوت ان احنا نعمل له عملية ليزك تانية، ان هو بيتبقى عنده جزء من ضعف النظر بتاعه الذي يتطلب اجراء عملية مرة أخرى، ودي واردة وما فيش منها أي مشكلة. أنا ممكن أدخل المريض مرة تانية إن أنا أعمل له إجراء تاني بسيط أصلح له الجزء المتبقي من العملية. تمام. دكتور محمد، حضرتك اشرت في كلام حضرتك ان الـ ان الـ يعني المسموح بالسن العمليه لحد 45، ما بعد ال 45 ممكن يكون ايه اللي يحصل؟ يعني ما ينفعش ليه بقى؟ احنا بنقول ان بعد سن 45 بيبدأ اعراض الشيخوخة على العين، ومنها اصابة العدسة الداخلية للعين بعتمات مختلفة. تمام، لو المريض اللي عندي ده هو عنده ضعف نظر بشكل كبير، انا ممكن اعمل له عملية زراعة عدسة داخلية في العين مع ازالة العدسة اللي بدأت تعتم ويبدأ اثار الشيخوخة عليها، وديت بشكل كبير في الفترات الاخيرة بنا نوصفها ان هي عملية تصحيح نظر. لان عملية زراعة العدسة ممكن اوصل للمريض بتاعي ان هو يكون مقاس نظره زيرو زي ما يكون عامل ليزك بالظبط. يعني بس يرجع، يعني يرجع بمعنى صح، سليم بمعنى صح. تماما بيستغنى عن النظارة تماما بعد اجراء هذه العملية. حضرتك برضه اشرت ان بعد سن ال40 بيحصل بقى ضعف في العضلة، فكده لازم ايه يعني نظارة القراية بقى انا اقرا. انا بقول لاي حد بيحصل بعد سن ال40 عايز يعمل عملية ليزك، بنبهه ان هو ممكن يحتاج يلبس نظارة للمسافات القريبة فقط، يعني هو عايز يعمل المسافات عملية عشان القريبة بس، يقلع النظارة، لكن ممكن هيلبس برضه نظارة عشان ال نظارة للقريب بس. هو ممكن مثلا واحد يكون ستايل لايف بتاعه حياته حياته نفسها. نفسها ما بيستخدمش قراية كتير او بيستخدمش كمبيوتر كتير، فبيستخدم المسافات البعيدة بشكل كبير، فده يقول لك ممكن انا اعمل عملية ليزك مش مشكلة، نضارة القراية لما احتاجها من وقت للتاني على مسافات متباعدة بتكون مناسبة له اكتر. انما لو حد مثلا من الناس اللي بتقرا بشكل كبير لازم انبهه ان هيحتاج نضارة قراية، انما المسافات البعيدة بالنسبة له اللي هي بعد نص متر بيعيش حياته عادي جدا. تمام. في نهاية اللقاء الأستاذ الدكتور محمد أبو طيب استشاري الرمد، يعني معلومات قيمة جدا، نرجو أن نكون السادة المشاهدين كلك استفادوا منها النهاردة. أشكرك يا فندم، ويعني شرفتني. شكرا شكرا لك، زوي، شكرا لك يا دكتور محمد. شكرا يا فندم. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء، وبكده نكون وصلنا لختام حلقة اليوم، على وعد بلقاء جديد في الأسبوع القادم وموضوع آخر جديد ويعرف لي. شكرا لكم وإلى اللقاء.